أحسن الله إليكم. السائلة هدى من الأردن تقول: فضيلة الشيخ، بالنسبة للحلق من الذهب والغوايش، هل عليها زكاة؟ هذا السؤال عن حلي الذهب المستعمل الذي تلبسه المرأة، صحيح أنه لا زكاة فيه لأنه من المستعملات ولا يعد للنماء والتجارة، فهو مثل الملابس وغيرها مما يستعمله الإنسان، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. نعم.